نعم. لما بيكونوا الزوجين سعيدين تشمل سعادتهم الاولاد. طب دكتوره، الناحيه الشرعيه، هل اللجوء الى الجراحات، اللجوء الى الادويه المساعده لو في حاله ضعف بعينها، البعض كان حرمه وقال لك لا دي يعني خلاف الطبيعه وانت كده يعني المفروض انت تدخل؟ بالعكس، ده نوع من انواع الدواء والمعالجه اللي جاي للتحصيل المقصد الشرعي. بالعكس يعني ده اولا، طالما ممكن يكون بعلم الاخر وممكن يكون بدون علم الاخر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، يعني امرنا بالتداوي في كل شيء، لم يقصر التداوي على شيء معين. فاذا كانت اخذ هذه الادويه ستؤدي الى التنشيط والى الرغبه او زياده الرغبه وغير ذلك، بالعكس هي مطلوبه، بشرط ان هذه الادويه تكون مصرح بها ولا تسبب اي ضرر عضوي عند الانسان. نعم، انا بشكرك جدا جدا، بشكر الاستاذه الدكتوره سعاد صح، استاذه الفقه المقرن بجامعه الازهر، كان يمين جدا الجانب الشرعي والديني. البعض بيقول لا دي يعني خليك بطبيعتك، كل سن له يعني حلاوته ومساوئه، وبالتالي لا يعني لو الرغبه مش موجوده او القدره مش موجوده فخلاص ما لا تبحث عن العلاج. دكتوره سعاد صح بتقول لا بالعكس، ده مطلوب كمان فيه. بس انا عايزه بس اتكلم على جزئيه لان في لبس شويه. تفضل. ان انا لما كنت بقول ان الزوج ياخد اجازه زوجيه او ياخدوا اجازه زوجيه من بعض، مش نتيجه خلاف، مش نتيجه خناقه، ما انا ممكن ابعد. نتيجه ايه؟ لا يعني عادي جدا، مثلا جوزي يطلع من وقت للتاني يروح مع صحابه يومين، يقعدوا في مكان يهدوا اعصابهم يغير جو، هو لازم يخرج عشان في مشكله بينه وبينه؟ لا مش لازم. وانت تسيبيه؟ والله هو جوزي قاعد بره، روحي اساله، لسه جاي من بقاله 3 ايام مع صحابه، عادي ليه ما سيبوش؟ الراجل ما اتخلقش يتحط في قفص. ما ليه عندنا الزوجه ان يعني لازم املاك خاصه، جوزي بقى ملكي، ما فيش حاجه اسمها كده. عايزه تعيشي حياه مبسوطه لازم تدي مساحه للزوج، وتكوني كمان دايما واثقه في جوزك وتديله مساحه يخرج بره. ما هو بقى اللي هي بتاعت ليلوف لغيرك واصاصه. لا 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 سيبك بقى من الكلام ده، لان برضه هو بني ادم يعني، مع برضه ضغوط الحياه هو محتاج برضه يشوف ناس ثانيه يغير جو ويطلع من المود بتاعه يفصل. قولي كلامك تاني عشان في كتير من الزوجات مش مقتنعين بالكلام لا ده. الست كلمه انت فين بتتقال 30 مره. لا لا لا، انت راجع الساعه كام؟ انت حددت بره؟ بالعكس بيرجع مشتاق لبيته وحابب بيته، بيحس انه مشتاق لزوجته ومشتاق للولاد. هو يكون متجوز عرفي مثلا؟ لا لا، ما هو انا بقول لك لا، الزواج مبني على الثقه والاحترام والسكن والموده. انا يعني واثقه في انه بيعمل ايه. جاتك الثقه دي منين؟ لان هو بيقولني انا قاعد اهو ببقى سامع صوتهم بيوريني فيديو بيطبخوا. اه ده انت لا مش بيوريني فيديو. لا, يعني والله والله لا ساكتة. والله هو اللي بيبعت. ما انت قلت الفيديو شغال. والله العظيم والله ابدا، هو اللي بيبعت. انت بترتاحي بقى من المسؤوليه؟ هو اللي بيبعت. تطبخيش؟ لا 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 بطبخ عشان الولاد. هو بيبعت يقول لك بصي انا عملنا ايه، بصي انا بطبخ ايه، احط دي قبل دي. فانا متابعاه بس مش كل يوم، والله ما كل يوم. انا بقول دايما الست الذكيه ادي مساحه لجوزك يخرج شويه، يفك بره البيت، بلاش القيود. القيود دي على فكره ما هي من سبب الاسباب اللي بتخلي في تنافر ما بين الزوج والزوجه. اديله حريه، اديله مساحه. في ستات انا اعرفها زي ما انت بتقول كده متابعاه بالخطوه دي، راح فين، طلع من الشغل، شاف مين، قابل مين. الحياه دي تخنق، صدقني تخنق الست لو الزوج بيعمل كده. ليه ما تقوليش ان الحياه وتجارب الحياه واللي بقينا نشوفه دلوقتي بفكره ان صديقه الزوجه بقت هي الزوجه الثانيه في احيان كثيره دي